انتهى التحقيق إلى اكتشاف موظفة شباك المؤسسة المصرفية البنك المركزي للادخار الشعبي. كانت ترأس عصابة تضم 3 رجال يلاحقون ضحاياهم من المسنين الخارجين من المؤسسة البنكية ويسلبونهم أموالهم. كان الشاب العشريني حسن بن محمود أول من وقع في يد الشرطة، وكان من قاد إلى رئيسة العصابة. حينما وجهت رحمة بنت علي بالمسروقات من الحلي وغيرها التي عثر عليها في بيتها، لم يعد أمامها من مجال إلا الاعتراف والتعاون مع المحققين. اعترفت بأن العصابة تضم 3 رجال: حسن بن محمود ورضا بن عثمان وحميد ولد الحداد المدعو بالجانتا. قدمت رحمة بنت علي كل المعلومات عن كيفية عمل عصابتها من موقعها في المؤسسة المصرفية، وبالخبرة التي اكتسبت عبر السنوات كانت تعلم أن المتقاعدات والمتقاعدين يأتون إلى البنك أواخر كل شهر بين 22 و30 من كل شهر لاستخلاص رواتب ومنح تقاعدهم. كانت مهمتها التأشير على الحوالات والشيكات، تطلع على المبالغ وتنظر إلى حال المستفيد أو المستفيدة، تنتقي الضحايا من بين المسنين وممن حوالاتهم مغرية، تفضل أن يكون الضحايا من النساء، مقاومتهن أقل وسلبهن ما لديهن لا يطرح صعوبات كبرى. بواسطة هاتفها المحمول تتصل بأحد رجالها داخل العصابة ليكون على استعداد للمهمة بباب البنك، وما أن تتسلم الضحية مستحقاتها حتى تهاتف رئيسة العصابة الرجل من جديد ليبدأ تنفيذ الجريمة. وحين تنهي عملها في المساء تلتحق به لأخذ نصيبها من المسروق، تتقاسم مع رجال عصابتها المال، وتختص نفسها بالحلي الذهبية تحتفظ بها لفترة قد تطول ثم تبيعها. الحلي التي تم العثور عليها في ذاك الصندوق بمنزل رحمة بنت علي كانت حليا في قاعة الانتظار. أقنع العميد مصطفى ولد المختار رئيسة العصابة بالتعاون مع المحققين لما فيه مصلحتها، دفعها إلى التعاون لإلقاء القبض على رضا بن عثمان وحميد ولد الحداد المدعو بجانتا، ووافقت رحمة على أن تضرب لهما موعدين في مقهيين اعتادت أن تلتقي فيهما بأفراد العصابة. كان موعدها الأول 7:30 في مقهى الأصدقاء مع رضا بن عثمان. أخذت مكانها وحولها وبجانبها المفتشتان لطيفة وسعاد. حضور العنصر النسوي لا يثير الشبهة، وما أن حضر رضا بن عثمان حتى أمسك به وصفد بسرعة البرق واقتيد إلى المفوضية. لم تنتهي مهمة رحمة بنت علي، كان موعدها الثاني في 8:00 في مقهى الأمنية مع حميد ولد الحداد المعروف بالجانتا الذي ألقي عليه القبض بسهولة لا تضاهيها إلا سهولة اعتقال صديقه رضا بن عثمان. تلاحقت فصول القضية بخطى سريعة. في 8:30 كان الضابط الممتاز محمد بن بشتى في بيت رضا بن عثمان، في حين قرر العميد مصطفى ولد المختار أن يتولى شخصيا تفتيش منزل الجانتا حميد ولد الحداد. في منزل رضا بن عثمان عثر على عدد من الأوراق الشخصية والحقائب اليدوية لأشخاص تعرضوا للسلب، ما جعل الظنين يعترف بكل أفعاله وبمساهماته في عدة اعتداءات بإعاز من رحمة بنت علي. بدا العميد ولد المختار أقل حظا، لم يجد ما من شأنه أن يقيم أي دليل على تورط حميد ولد الحداد الجانتا. مع ذلك لاحظ خلال تفتيش المنزل وجود عدة بذلات رجالية فاخرة. لم يقم بحجز تلك الملابس، فالتحقيق يتركز حتى الآن على أشياء أخرى. قال الجانتا إنه منذ أن غادر السجن في المرة الأخيرة غير سلوكه وسيرته وصار يتاجر في الملابس، وذاك سر وجود تلك البذلات الرجالية الفاخرة في بيته. رواية حميد ولد الحداد تبدو مقبولة ولا تفتقر إلى منطق يدعمها، ومع ذلك فإن الشبهة تبقى قائمة والأسئلة مطروحة. أراد العميد مصطفى ولد المختار أن يعجل بإتمام الإجراءات. كانت غرفة العمليات خلية نحل حقيقية. حينما اقتيد الجانتا حميد ولد الحداد لأخذ بصماته، لاحظت المفتشة الشابة لطيفة أن بخنصره الأيمن خاتما من المعدن الأبيض، وأنه كان يحاول جاهدا إخفاء الحجر الذي يرصعه. حسها البوليسي دفعها إلى البحث في سر ذاك الخاتم.
لما اقتيد الجنطة إلى زنزانته في الاعتقال الاحتياطي، وبعد أن تجرد من أشيائه وقدمها إلى الحارس، وبعد التوقيع على محضر الودائع طلبت المفتشة لطيفة من الحارس أن يسلمها الخاتم لقاء تسليمه وصلا بذلك. قصدت إلى مكتب العميد مصطفى، وجدته مشغولا بملف الجنطة. إنه مجرم معروف وذو سوابق، ولكن ليس في ملفه اليوم ما يكفي من الأدلة. وضعت المفتشة لطيفة الخاتم أمام العميد مصطفى. أعتقد أن هذا الخاتم ليس من النوع العادي، كان في يد الجنطة. منذ أن ألقيت القبض عليه كان يحاول أن يخفي الحجر الذي رصع به الخاتم، كان يديره إلى داخل كفه ويشدها. وحتى لا أثير انتباهه لم أتناول الخاتم إلا بعد أن نزعه منه الحارس مع كل حاجاته الشخصية. سيدي، أريد أن أعرض الخاتم على أحد الصاغة خبراء المجوهرات كي يدلني على قيمته وخصائصه. أثبتت الخبرة التي أجريت على الخاتم أنه من المجوهرات النفيسة التي يختص بصنعها معملان فقط. علمت المفتشة لطيفة أن الخاتم يعود إلى عائلة ثرية من الرباط. أثناء فحص الخاتم تم تنظيفه وتلميعه، ولذلك لما عادت به المفتشة لطيفة إلى العميد مصطفى لم يخف مفاجأته. علمت مفتشة الشرطة من صانع الخاتم أنه صنعه قبل فترة للسيدة بن رحال التي أهدته لزوجها عثمان بن رحال بمناسبة عيد زواجهما. في جانب من حلقة الخاتم ضرب تاريخ الزواج. حصلت المفتشة لطيفة على كل تلك المعلومات من الصائغ الذي صنع الخاتم، ومنه أيضا حصلت على رقم هاتف السيدة أمينة بن رحال. بدت الطريق معبدة لقطع شوط جديد في التحري حول سر الخاتم. في المساء اتصلت المفتشة لطيفة بالسيدة بن رحال وحصلت منها على عنوان إقامتها، وضربت لها موعدا في صباح الغد. اصطحبت المفتشة لطيفة معها زميلة لها وقصدتا إلى حي السويسي. في باب الفيلا اصطفت عدة سيارات. بدا أن الأمر يتعلق بحدث ما تعيشه الأسرة. طلبت المفتشتان مقابلة السيدة أمينة. أدخلتا قاعة كبيرة وجدتا بها حضورا كثيرين تتوسطهم سيدة متشحة بالبياض. تبين منذ الوهلة الأولى أن الأمر يتعلق بمجلس عزاء. لما رأتهما الحاجة أمينة دعتهما إلى غرفة مجاورة. هناك قدمت المفتشة لطيفة نفسها وزميلتها وقالت إنهما من الشرطة القضائية، وإنهما تحققان في قضية خاتم يعتقد أنه يعود إلى زوجها. ما أن وقع نظرها على الخاتم حتى عرفتها. قالت الحاجة أمينة: كان في يد زوجي يوم قتل هنا في هذه الفيلا قبل 8 أيام. تحين قاتله فرصة وجوده وحيدا فاغتاله وسرق ما كان معه من مال. سرق الخاتم وأيضا ساعة رولكس كانت في معصمه، كما أنه سرق كل بذلاته التي كانت في الدولاب إلا بضعة سراويل كنت قد حملتها إلى المصبنة. بدت الحاجة أمينة وقد تفطنت إلى أن المفتشة لطيفة وزميلتها ليست على اطلاع على هذه القضية، وقالت إن الملف بيد العميد علال بندريس. ثم سألتهما: كيف وصل الخاتم إليكما؟ وجدناه بحوزة شخص هو الآن قيد البحث. استأذنت المفتشتان في أخذ سراويل بذلات الراحل عثمان بن رحال، فأذنت لهما الحاجة لما علمت أنهما على أثر قاتل زوجها. حملت المفتشتان السراويل وأسرعتا إلى المفوضية. قابلتا العميد مصطفى وعرضت عليه المفتشة لطيفة نتيجة بحثهما. بادر هو إلى مكتب العميد الإقليمي واصطحب معه المفتشتين، وما أن مثل أمامه حتى وضع الخاتم والسراويل تحت أنظاره وأخبره أن هذه الأشياء هي للسيد عثمان بن رحال. ما أن سمع العميد بندريس ذلك ورأى الخاتم حتى توقف عن تركيب رقم هاتفي، نهض وفتح خزانة مكتبه وأخرج منها ملفا، وأخرج من الملف صورة وضع الخاتم بجانبها. فتأكد أن العميد مصطفى ربما اكتشف الخيط الموصل إلى قاتل السيد عثمان بن رحال المقاول المعروف. اصطحب العميد الشاب ودلف إلى ديوان والي الأمن وأطلعاه على تفاصيل العملية. تطابقت السراويل مع المعاطف المسروقة التي عثر عليها في منزل حميد ولد الحداد المعروف بالجانتا، وكانت منطلق تحقيق جديد.
أعيد تفتيش منزل الجانتا مع استحضار الأدلة التي تم تجميعها من مسرح جريمة قتل عثمان بن رحال، وجاءت النتائج مبهرة. كل الأدلة تقود إلى الجانتا، كان هو من قتل عثمان بن رحال. ربما كانت الصدفة هي التي قادت إليها، ولكن فراسة المفتشة لطيفة لم تخب وأفضت إلى فك طلسمات الخاتم، خاتم سليمان.